في الرياضه، حطمت البعثه المصريه الرقم القياسي في عدد الفوز بالميداليات في دوره واحده في الالعاب الافريقيه بعد الفوز ب 271 ميداليه حتى الان، متخطيه نيجيريا التي حققت 240 ميداليه في دوره عام 2003. جاءت ميداليات البعثة المصرية بواقع 101 ميدالية ذهبية و97 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية. هذا وتختتم اليوم منافسات الدورة التي تقام بالمغرب بمشاركة 52 دولة أفريقية، وهي من البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو عام 2020. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد مالك سلامة الحاصل، أو الكابتن مالك سلامة الحاصل على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه بوزن 60 كيلو جرام. سيد مالك، أولا بعد التحية والتهنئة على هذه الميدالية، يعني يبدو أن البعثة المصرية بكاملها تحقق فوزا مستحقا وتحطم رقما قياسيا لأول مرة منذ نيجيريا عام 2003. أولا، ما الذي يعني هذا الأمر بالنسبة لك على المستوى الشخصي وبالنسبة للبعثة المصرية بشكل عام المشاركة في هذه البطولة؟ والله أنا بحرق برحب بحضرتك بس الأول، والسادة اللي بتفرجوا على حضرتك. والله يعني البطولة دي بالذات يعني الحمد لله ربنا كرمني أنا كمالك، يعني كرمني فيها جدا، يعني كرم كبير جدا. يعني الحمد لله احنا بنتعب بقالنا فترة كبيرة وبنتمرن ويعني شغالين طول الوقت ما بنريحش خالص، ف الحمد لله يعني ربنا كرمني انا بالانجاز ده. ان اول مره في تاريخي اصلا ان انا اكون في دوره العاب افريقيه يعني، والحمد لله ربنا يعني وفقني وجبت ذهب، ويعني كان صراحه الواحد فخور بحاجه زي دي جدا. وبرده يعني كمنتخب كامل منتخب مصر يعني احنا حققنا انجاز ما حصلش قبل كده، ودي حاجه يعني الواحد طبعا بيفتخر بيها جدا، ويعني مبسوطين جدا يعني بالاداء وبالنتيجه يعني الحمد لله. كل التهنئه والتقدير لهذه البعثه ولك بشكل شخصي الكابتن مالك سلامه الحاصل على الميداليه الذهبيه في منافسات الكاراتيه. شكرا جزيلا وكل التهنئه مره اخرى.